السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ بخير يعني، نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. وانتم ما كتشوفوا هذا الفيديو اليوم، جيت نشارك معكم الكبده البنات مشرمله. بسم الله، عندي البنات الكبده هنا، هانتوما. كنغسلها مزيان، كنحيد منها داك الشحيمات وكنردها على البوطه. هانتوما البنات، عديت البنات الكبده ديالي على البوطه، درت الورقه ديال سيدنا موسى. ثم رديتها طيب، ديك الورقه ديال سيدنا موسى كتجي فيها النسمه زوينه، ما كتبقاش فيها ديك النسمه ديال الكبده. بعد ما تسلقات البنات، ها انتوما راني صفيتها وقطعتها طريفات صغار. ها انتوما البنات الشرموله، عندي هنا شويه القزبور، جوج دريسات ديال الثومه، شويه ديال السودانيه، شويه ديال الفلفله حمراء، وطريقه ديال الكامون باش ما كتجيش مره، وشويه ديال الزيت باش ما كتجيش فيها الزيت. ولا جاكم البنات الصداع، راه الوليدات كيلعبوا الجيره الله يحفظهم. ايوا راكم عارفين. ها انتم البنات، انا رديت الشرموله ديالي ونقصت لها البوطه باش كتشرمل مزيان. ديك الشرموله كطيب مزيان. هاد الطريقه ديال الكبده كتجي البنات روعه. ومرحبا بالبنات اللي دخلوا جداد، ومرحبا بالقدام، قناتكم مرحبا بكم. هانتوما البنات، كنحضر لها البوطه مزيان وكنخليها طيب على خاطرها. وشكرا البنات على التعليق ديالكم الزوينه، شكرا لكم بزاف خارج المغرب وداخل المغرب، شكرا على البارطاج. هانتوما البنات، انا درت الكبده من الله، تكون خفيفة ظريفة على قلوبكم. جات البنات غزالة، غير التليفون ما عطيش حقه في التصاور. خليكم معايا. هانتوما البنات، من بعد ما طابت جات غزاله معلكه مضمره، مرقه ديالها معسله تبارك الله، جات غزاله. نتمنى من الله تجربوها، تردوا عليا الخبر في التعاليق.
حطيت شويه ديال الزيتون، هانتوما البنات انا رجعت معاكم. سبحان الله عندي واحد القطيطه اينما لعبوش معاها في النهار، سبحان الله هي كتجي كتقولك لعب معايا، كتبقى هي كتلعب معاك، سبحان الله غزاله كتلعب بالباش، تلعب بالخيط، تلعب باش ما لعبات، المهم بالطرومبيه كتقيس، سبحان الله تلعب غزالة، ولادي كيحماقوا عليها. ولدي مسميها إيلي يدخل المدرسة يقول لي ماما فين هي إيلي، ما خصهمش تخرج من الدار. نرجعت معكم البنات، راه شارك معكم سباكيتي وليني في الاول ما تصورليش التليفون، انا حسابي كيصور وما صور ليش. عندي هنا مطيشه د الحبوب، شويه الفلفله حمراء، مطيشه د الحك، ضامت البنه ديال البقري، سباكيتي كتجي زوينه البنات، ضامت البنه ديال البقري والبزار، سكينجبير، المهم العطريه كلها، والمعدنوس والثومه ضروري. وكتجي هاد سباكيتي تجي البنات غزاله بقنور ديال البقري، كتجي روعه، وليني في الاول ما تصور ليش، ماشي مشكل مره اخرى. والبصله ضروري، حبه البصله تكثروا، ولا مطيشه د الحك هي اللي كتجيبها زوينه، والقنور، المهم العطريه كلها كتجيبها زوينه. انا حسابي التليفون كيصور لي هو طار ياه والله البنات هانتوما البنات، شوفوا كي جات غزاله وبالصحه والراحه البنات، من الله تعجبكم، وشكرا لكم على البارطاج، وشكرا لكم على كل شيء، الله يسهل عليكم وبسلامه عليكم، وشكرا لكم، يعدنا بفيديو جديد ان شاء الله.